محاضرة مرة ثانية اليوم بتطوير كفاءة المحور السرعة، يعني معناتها الأبجدية بالشغل تطوير السرعة، يعني إنه أي إنسان إذا كان يدخل في شغل الأشعة لازم يكون عنده علم بهذا الشغل. فأول شيء اللي هو راح يكون الـ NA، الـ NA هي هذه الإلكترونات الموجودة على الجهاز، هذه الإلكترونات الموجودة اللي يعطينا هو القدرة اللي هو يكون هو التيار. والكي بي هاي لازم، هاي الجديات ما تصير السرعة، هاي الكي بي هو الاختلاف وفرق الجهد الموجود بين الكاثود والأنود بيؤدينا إلى انطلاق الأشعة أو القصف الشعاعي من التيوب للعضو الفخذ. والسكند راح يكون هو الفترة الزمنية لانتقال كمية الأشعة من أنبوب الأشعة إلى العضو المغطى. هسه راح نجي إذا أكو شيء اسمه عندنا إحنا هو الكنترول. الكنترول هو اللي يكون موجود فيه، اللي راح نقدر من تشغيل الكنترول، من شغل الكنترول راح تطلع على هذول اللي هو طلع عندي الكي بي، وعندنا الام اي، وعندنا الام اي اس. الكي بي حسب ما اتفقنا هو الاختراق، الام اي راح ينقلنا الالكترونات، ومن يكون عندي اريد هذا اصور لاعضاء تكون ثخينه او يعني density مالتها عالي الكثافه، فراح شو اسوي؟ لازم اخليه على الميتين، على الميتين، وممكن حتى اذا اريد اخليه على 300 اقدر، لانه انا الشغله مالتي هو ال ان اي بالسكند حتى اقدر اطلع هذا المثال. فكل ما كان الـ NA عندي عالي اقدر اقلل بالثواني بالقصف مالتي مالت الاشعة. واذا كانت هاي بالنسبة لهذه للشغلات الثقيلة، ولكن اذا كانت عندي شغلات خفيفة او تكون مالتها كلش قليل الايد، يعني بالنسبة للاطراف والشغلات هذه، ممكن انا اسوي هذا حتى اسوي على المية. من اسوي على المية اكو عندي هنا اللات فوكس والسمول فوكس، هذول الاثنين من يشتغلن او احاول اشغلهم بالتناوب حتى الجهاز مالت الاشعة مالتي ما يكون القصف مالته فقط على هم على يعني مثل انبوب واحد او فوكس واحد، يكون اكو موجود عندي فوكسين، اكو عندي بورتين للقصف عليها. اذا قريب من هذا زين، وراح اباوع همين من اريد اصور، اني من اريد اصور اكو عندي هذه هنا واحد، هنا اثنين، وهنا عبارة شبكة اللي هو قاعد يقول لي من تريد تشتغل. إذا تريد تشتغل على هذا الشكل، معناته راح يكون الفحص مالتي أوت بكي، خارصنية البكي، خارصنية البكي. من أشغل خارصنية البكي إذا راح يكون هذا وهذا راح يتوقف العمل به. من أخلي على الواحد، على الجريد الواحد، من أشغل الجريد الواحد الخارصنية البكي ما عليه، هنا أنا راح من أنطي إكسبوجر راح تحرك لي فقط التيبل، ومن أخليه على الاثنين راح يتحرك لي فقط البكي مالت التشيست ستاند. هذه الفائدة مالتها هي زيادة وضوح الصورة أو التصفية مالتها، لأنه موجود عندي هنا أنا هو الجريد، الجريد هو الموجود عندي. هذا الجهاز ممكن أنه إذا كنت أريد همين أقدر أستعمله بالنسبة للفحوصات، أقدر حتى أبرمجه على أنه هو ينطي الأشعة الآن كمية الأشعة حسب أنه الضعيف والأسمن والأسمن والأسمن. هنا أنا عندي من أجل أنطي إكسبوجر، أما راح أدوس أول شيء على هذا وأبقى دايس عليه إلى أن يصير عندي هذا لون أخضر، فيكون ردي يعني جاهز للإكسبوجر، بعدين أنطي الإكسبوجر. إذا ما ممكن أنا من أجل أصور أدوس فقط على كمية على الأشعة، لا، لازم أول شيء ردي اللي هو يحضر لي كمية الأشعة. الآن خلها هنا حتى أمن أقصص بطلع، وأكو عندي هنا أما يكون بالهادي هذا بتكون يدوي، فراح يكون الدوسة الأولى إلى أن يطلع لنا الردي، والدوسة الثانية هنا قلنا كمية الكي بي، الكي بي هو راح يكون الـ Penetration مالتنا،
show the path of the to the بالنسبة للإكستري حتى إذا شوفنا هي كلمة الإكستراكت المطلوبة. فراح أضعوا على هذه الصورة الشعاعية، إذا ضعت عليها راح أضعها إنه هي أقمض ظهر بها العظام، لكنه التباين الموجود بين السواد والبياض ما موجود بها. وإحنا الصورة الشعاعية أي صورة شعاعية لازم يكون عندي تباين من اللون الأسود إلى اللون الأبيض. فراح هذه 100% هذا الكي بي مالها نقدر نقول عليها زين، لكن نقول عليها الماس قليل اللي هو ال NA مالتها راح يكون قليل لأنه ما ظهرت لنا بيها السواد. راح نجي هنا ال NA، ال NA راح نوعز له هو عدد الإلكترونات اللي راح يعطينا هو النقاط اللي راح تظهر لنا سودة على الفيلم الشعاعي، يعني كمية هي الإلكترونات المنتقلة من ال من الكاثود الى يعني بمعنى الالكترونات المنتقله. فلو طبعنا هنا راح تكون الصوره الشعاعيه هذه حلوه يعني من ناحيه الالوان. واحنا نتفق على فد شغله انه مثل فوتوغرافي مثل الصور مالت التليفون او الصور مالت الكاميرا من اضاوع بها فالقى الالوان المتناسقه والالوان الوضوح مالتها كل زين فاقول عليها الصوره هذه جيده من ناحية الوضوح. أنا ما علي من ناحية العضو المرض فحصه وإذا كان صحيح لو لا. إذا الخطة مالتي هي أولا أسوي التباين الموجود عندي وبعدين أسوي، فهو كل واحد لازم يكون مسؤول عن شغلة. يعني من أسوي كمية الأشعة وأسوي الكي وأسوي الماس وأسوي السكند وأسوي قلنا بكتوان وبكتو هذه، إذا قاعد أعطي جمالية للصورة الشعاعية مالتي ولازم يكون عندي علم بالوضعية، أسوي الوضعية حتى تكون عندي وحدة مكملة للثانية، يعني جزء مكمل للجزء. وهنا أنا بالنسبة للسكند قلنا هو الفترة الزمنية اللي راح يكون لها كمية الأشعة اللي راح تمر. هنا أنا عندي أسعار بالنسبة لي أي جهاز مال أشعة يحتاج هو الـ NA، الـ NA هو راح نقول قدرة الجهاز. إذا أي جهاز أنا أريد أشتريه إذا لازم أعرف بي الـ NA مالته كم، الـ NA مالته اللي راح يكون من 50 إلى 500. الـ NA مالتي أنا راح أكون أعرفها من هالقد إلى هالقد، لكنه ممكن إنه أقدر أتأكد من وضوح الصورة أو من الـ NA الموجود فيها أو من قدرة الجهاز مرات بالنسبة لشغلات العملية اللي ممكن أن شو نسوي. نحاول احنا نفحص مراجعين، وخاصة من اريد اجيب مراجع يكون كل السنين وحاول اخذ الصورة الشعاعية واحاول اشوف الصورة الشعاعية شلون تطلع عندي، خاصة بالنسبة للاسمان لان بالنسبة للاضعاف راح نعتبرهم هم طالع الاشعة مالتهم. هذا عرفنا. والكمية الكي بي راح يكون مثلا عندي من 40 الى 150، اكثر من هذه الارقام ما ممكن ان يصير عندي من ناحية الكي بي من ناحية الاختراق. والسكند راح يكون عندي قلنا هي فترة زمنية ما عندي بها اشكال. وهنا انا راح لازم اسوي فد معادلة بين الكي بي والان اي اس. شو تقول هذه المعادلة؟ تقول هذه المعادلة كل ما الكي بي عالي معناته العضو المرض فحصه راح يكون سليم 100% راح انطي اني ان اي اس هم راح يكون عالي، ومن يكون عندي قليل انطي قليل. هنا بالنسبه للصوره الشعاعيه مثل ما اتفقنا هو التباين بين الالوان من اللون الابيض الى اللون الاسود اللي راح يكون عندي هو البون، راح يكون كل لون مالتها راح يكون خاصة اللي صحيح لازم يطلع عندي لون أبيض، والجازز اللي راح يطلع لنا اللون الأسود. هذا المكان اللي راح يطلع لنا لازم يطلع لنا بسرعة عامة يطلع اللون ماله أسود فوق، لأن هنا ما موجود أي شيء رأسا الإكسبوجر ضرب هذا المكان، يعني رأسا ضرب له فلازم يطلع لي باللون الأسود. وناخذ من النظر الاعتبار كل لون أسود، كل لون أسود معناته موجود بالهواء. هنا
الإنسان اللي دمرت على هذه الصورة الشرعية حقول أنا في دي كلش حلو، لكن الناس ما نفهم حلو إنه الناس ما يجينا حلو إيش وقت تكون فاتحة، فاتحة الصورة ما تكون من تكون أنا منتي الـ NAS يكون قليل، الـ NAS يكون قليل، فهذا من أزيد عليه الـ NAS بيجينا هو يكون اللون الأسود، اللون الأسود تصير الصورة ما تكون دفعت على هذه الصورة. راح أضعها العظام في ما واضح، هذه وحدة، وراح أضعها على الـ NAS السواد ما واضح. إذا هنا عندي الخلل الموجود، يعني شنو أني؟ أنا كمصور شعاعي لازم أحاول أن أشخص الخلل الموجود بالنسبة للفحص اللي أنا قاعد أشتغل عليه، فهذا بالنسبة لي راح أقول عنده كيدي باختراق ما تقليل. والكيف ما تقليل والماس ما تقليل السواد، أغلب الفحوصات اللي يكونوا نسمع نستعملهم أو فكي تطلع الصورة ما كلش مواضح، كلش مواضح. هسه إذا أجيت أني جيت لأي مكان من الأماكن وشوفوني جهاز ما الأشعة اللي هو راح يكون عندي الجزء الرئيسي مالته هو التيبل، فأنا من يجي أو أصور أنا داخل التيبل لازم يكون عندي مهارة بمعرفة هذا المعادي اللي هو لازم يكون عندي الكاسيت أعرف وين أخليه، لازم أخليه داخل هذا التيبل، من ألف أدفع للأخير لازم يكون هذه من هنا ومن هنا أحاول أمسكه كل زين حتى لا تتحرك، لا يتحرك عندي الكاسيت داخل الباكيت. لو بوعنا هنا هذه هي القاعدة تكون ثابتة، ولو بوانا حتى هذه تقريبا ثابتة، هذه متحرك ويا المنضدة، إذا كانت المنضدة تروح إلى الداخل وإلى الخارج، تروح يمنى ويسرى، هذا بس يتحرك يمنى ويسرى، الحيز الموجود ما راح نباوعه من هنا إلى هنا فقط، ومن تريد تثبت الشغل مالتك، إذا كانت هذا بالنسبة لهذا الجهاز، بس أدوس على هذا المكان. توقف التيبل وأقدر أصور عليها، لكن ما سأنا من السنتر شاهد السنتر هذا السنتر المنضدة تكون بنص هذا الكاسيت لأنه الأشعة فوقاهن، ما أقدر أسويها إلا بحالة واحدة إذا جربت هذا المنضدة الأخير، فرح تظهر عندي هذه القاعدة مالت التيبل، قاعدة مالت التيبل لو بوعنا هي خط بالنص، فأنا لو جبت اليوتيوب مالت الأشعة والمربع مالتي او السنتر مالتي خليت على هذا الخط اللي بالنص وبعد ثبت انبوب الاشعة بعد يقدر يرجع، بس يقدر يروح من اليسرى، فراح يكون عندي اي مكان اخليه هنا ويكون عليه خزمة الاشعة راح يطلع لي بنص الكاسيت، لانه خاصة لازم يكون بهذا الحيز من هنا الى هنا. هسه جميع الفحوصات اللي نريد ناخذها بالنسبة للكبار او بالنسبة للكبار بالعمر اللي ما يسيطرون على حركتهم، بالنسبة للأطفال لازم أخذ بنظر الاعتبار إنه شنو، أحاول أقلل الفترة الزمنية، أحاول من أجل أقلل الفترة الزمنية لازم الـ NA أكون منطي عادي، حتى أقدر أصور العضو المفصل كأنه واقف أو بدون أي حركة. من عند صور اني شوف ان انا قاعد اقول لك مين تريد تصور انت، اي عضو تريد تصوره، احاول انطي معلومه على اليمنى من اليسار، لانه ممكن ان يكون انا قاعد اصور صدر وهذا الصدر ايش راح يكون عندي المشكله الموجوده دي، راح تكون المشكله الموجوده انه القلب مالت المراجع هذا بالجهه مثلا اليمنى، فأنا من أخلي كلمة الرايت كلمة ليف بالنسبة على الكاسيت خاصة، فأكون أني مطمئن لهذا الفحص مالتي متأكد من عنده، وإذا كان عندي أي شك أحاول أن أعيد الصورة الشعاعية، لأنه أنا ممكن أنطي للمراجع أي فحص ما يكون إحنا العدو مالتنا بالصور الشعاعية، العدو مالتنا هو الحركة، بوجود الحركة راح يظهر لنا التشوه العضو المراقب فحصه، ما راح يطلع لنا بهذا النصوع وبهذا الثبات، راح يطلع لنا مشوهة الصورة مالتنا. جميع الكثافات مثل ما قلنا العالية والقليلة يمكن
بالنسبة للبكي، البكي هو راح يفحصنا الأول مرة فحص سرطاني، أي فحص، أي فحص إذا كان كمية الأشعة اللي قاعد أعطيه هواية أو كمية الأشعة اللي قاعد أعطيه قليلة، ممكن أصورها بالبكي، ما عندي بها أي إشكال. لكن الأوت بكي، شو اسمه، خارج سمية البكي، أقدر أصور فقط الأعضاء اللي تكون كثافة مالتها قليلة. الأعضاء والكثافة العالية ما ممكن أصورها، لأن راح يصير بها تشويه بالصورة الشعاعية. ليش راح يصير تشويه؟ لأنه راح أعطي كمية أشعة عالية، من أعطي كمية أشعة عالية وفقط اللي التوصل الصحيح هي العادة، لكن بهاي حتى السكندر راديشن راح يوصل، فراح يسوي تشويه بالصورة الشعاعية. هذه هسه عندي أنا هنا الصورة للفقرات، الفقرات لو بوعتها هنا كلش حلوة من هذا التكنيك. هنا صارت عندي قليلة، ليش؟ القليلة هنا لو بوعنا هنا هي الصحيح لازم تطلع لي من فوق بجو نفس اللون، راح نبدي بيها. هسه راح هذه الفقرات اللي صارت لي باللون الأسود، لأنه أكو موجود هواء هنا، الهواء يصير بي اختراق كلش عالي، الاختراق يعني ما مو مثل اللحم، فإذا صارت عندي اختراق عالي طلعت اللون مالتها أسود. هذا المكان، هذا المكان ما موجود هواء فوقه ولا موجود أي شيء فوقه، فطلع لي اللون مالته طبيعي. هذا المكان ليش طلع لي اللون على بياض؟ يعني إذا موجود أكو هنا عندي فد شيء، هذا الشيء ما خلى اختراق الأشعة اللي هو راح يكون عندي الحوض، الحوض فيطلع لي بهذا اللون. فأنت شو تريد تصور؟ من تقول لي أنا أطلع هذا المكان لازم أنطي أقل من هذا التكنيك حتى يظهرني هذا المكان، وهذا يطلع لي فاتح. وإذا قلت لي أريد هذا المكان يعني اللمبر، أريد اللمبر، تنطي هذا التكنيك خليه يطلع هذا دارك ما علي، خليه يطلع هذا على بياض. لكن من تقول لي أريد L5 S1 هذا المكان، إذا لازم أزيد بكمية الأشعة حتى تطلع لي هذه دارك، تصير مو مهم، لكن هذا المكان لازم يطلع لي كلش واضح. فإذا أنا كمصور شعاعي لازم أراعي وضوح الصورة الشعاعية حسب ما يقول الدكتور. أنا قاعد أصور هنا، أنا قاعد أصور لل الأنكل جوين، طبعا الأنكل جوين فوقها هو بالليك، فراح يكون عندي التكنيك مالت، لازم يكون تكنيك مناسب هذه الوضعية. من الأربعة 100% راح تكون لترال. ليش؟ لأن عندي هنا الكالكينس كان ترو لترال، وطلع لي حتى هنا موجود سبير للكالكينس حسب الاتفاق مالتنا هنيه. هسه انا قاعد اصور صوره شعاعيه، وصار عندي اختلاف بالمعياريه من ناحيه الكي بي او من ناحيه الماس، فاقول مثلا عند انطي 80 او 85. الشغل مالتنا ما دام انا قاعد اصور بالبكي، لانه التكنيك راح يكون عندي هنا عالي، فاحاول ان انطي التكنيك اللي انا قاعد افكر به الاعلى. فاذا كان عندي 80 و85 انطي ال 85 وما اخاف، ما اخاف بالنسبه للشغل. يعني اذا طلعت صوره شوي ذاك اقدر افتحها شوي، لكن اذا طلعت فاتحه ممكن مرات ما اقدر اغمق، ما اقدر اغمق. انا من ابي اصور خارج البكي اللي هو اوت بكي، اللي قلنا ممكن انه بتشغلات تطلع لنا الصوره مالته مو واضحه. لكنه اجاني هسه مراجع، وهذا المراجع لا يقدر يوصف ولا يقدر يقوم ولا يقدر يتحرك ولا 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 ولا. اني من الافضل اخذ صوره شعاعيه حتى لو الكفاءه مالتها مو كلش زينه؟ لو ما اخذ له طبعا اخذ صوره شعاعيه. فاني من اخذ صوره شعاعيه طلعت عندي هذا الشكل، لكن من هذا الشيء لو كان اذا هذا هاي ليش طلعت عندي شيء الصوره؟ اكو فد شيء اللي عارضها اللي هو المراجع ممكن أن يقوم من مكانه، ما ممكن يتحرك، ما ممكن يقوم عن السدية، فأنا خلت له أوت بكي، وهذا مبين عليه أكو عنده هنا مسوي له مالت الهيد، مالت الفيمر، مالت الفيمر، إذا العنق مالت الفخذ مالت مسوي له إياه. شوف بالبكي شلون اللون مالتها صار بيها سواد وبياض، صارت حلوة. حتى التكنيك مالتها لو انطيته إياه كنت أنا مرتاح فيه وأنا قاعد أعطيه. اي صوره ما اشعه، اي صوره ما اشعه، الاكثر اي مراجع اخذ له الوضعيات الرئيسيه لهذا الاول مره فحصه، وبعدين اقدر اتفنن بالوضعيات الثانيه.
انت بعدين تاخذ اوبجكتات تاخذ سكافولد تاخذ اي شيء ثاني تقدر. بس اللي اذا حدد لك الدكتور مثلا قال لك اكس راي سكافولد، فاذا راح ادخل انا السكافولد وتريد انت تسوي شعاع وتعرف في ستراكشرات الجهاز تظهر للاجزاء العضو المهم فحصه، تقدر انت همين تحدد هذا الطبيب بالفحص مالتك. اذا اي صوره مالت اشعه او اي ريكويست، اي ريكويست بصوره عامه، اي طلب للاشعه، ما اعرف اقرا ما اخذ للمرض، اي طلب للاشعه ما اعرف، ممكن اسال المراجع، ممكن اخذ من عنده معلومات، ممكن ممكن ممكن، لكن اذا كل هذه ما فهمت احاول ان امر على الطبيب الفاحص واستفسر من عنده على العضو المغطى فحصه وشلون يبدا هو ياخذه، حتى اقدر احنا المصور الشعاعي، المصور الشعاعي الافراد لازم يكونوا هم كفريق، من اجل شنو؟ من اجل الحصول على صوره شعاعيه تاهلنا ان نساعد المراجع بها كتشخيص للعضو المغطى فحصه. اي انا صوره شعاعيه، هسه انا اخذ صوره شعاعيه لاي مراجع من المراجعين، اكو عندي ثلاثه اللي هو الجهاز مال الاشعه اللي راح يكون التيبل، العفو التيوب مع التيبل، هذه اي شغله مو زين تكون بي اعطيني صوره شعاعيه غير جيده. اثنين المراجع، المراجع اذا تحرك او ما خلاه رجع على المكان الان قفله عليه او نير رجله، فاذا راح يكون عندي هسه العيوب الصوره الشعاعيه، اولا جهاز الاشعه، ثانيا المريض مالتي، ثالثا المصور الشعاعي. اذا كان عندي الجهاز يشتغل المريض بقى ثابت لكن المصور الشعاعي سوى البرقيه غلط، فاذا صارت عندي ثلاثه هم ياثرون على جوده الصوره الشعاعيه. كما قلنا بالنسبه للمعياريه بالصوره الشعاعيه هو السواد والبياض الموجود فيها، حتى لو ما اعرف الاجزاء الموجوده بالعضو المراد فحصه، يعني حتى لو ما اعرف الستركتشرات الموجوده انا لازم يكون عيني ميزاني من ناحيه السواد والبياض للعضو المراد فحصه. اي صوره شعاعيه يعني انا من اطب لاي مكان من الاماكن او اشوف بها مجال انه اتعلم من عندهم، مثلا اكو مثلا من المستشفيات من اطب لها ممكن انه ذا في تاخذ مثلا سيرفايكال تاخذ لفه هي صحيح مالتها لازم اي دي ولفه، من يقول لي مثلا فور بودي او تاخذ له فقط لفه هي لازم تاخذ له بي اي وتاخذ له لفه سيرفايكال ريبس، من يقول لي انا من يقول لي سيرفايكال ريبس بصوره عامه ما نقدر اللفه ما راح تظهر عندي سيرفايكال ريبس، لكن بالاي دي تظهر كل شيء. هنا أنا من اريد اني مثلا الرايت والليفت لازم اتاكد من عندها للعضو المراد فحصه، الريكويست لازم اتاكد من عندها اباوة بي. اذا كان مرات ممكن يكون الدكتور داز لك الفحص ويكون الفحص خطا من هذه كاتب الايد اليمنى هي الايد اليسرى، تصير والتعامل مع الطبيب المرسل بالاشعه، التعامل لازم يكون باحترام من الطرفين، لان احنا اتفقنا جميع الملفات الطبيه هي لخدمه المراجع، فهي ما ممكن ان تاذي المراجع ولا المراجع يغلط وياهم، وهم لازم يكون كلهم كاتبين بالنسبه للفحوصات مالتهم. نقدر ناخذ معلومات من المراجع كلها هذه على مود تفيدنا بالنسبة للفحص الشعاعي. هسه خلصنا وشكراً.